الدنيا اتغيرت. واحدة 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 هوب ثانية واحدة بس خلي المسافة بعيدة بعد التراويح كل سنة وانتم طيبين. بنهني أهل اسكندرية ومصر كلها بأعياد الفطر المبارك. بداية احنا النهاردة بنمر في أهم شارع من شوارع اسكندرية، شارع خالد بن الوليد، وده معروف انه فيه أكبر سوق من أسواق محافظة اسكندرية. احنا بنطمن النهاردة نشوف الإجراءات اللي أمر بيها دولة رئيس مجلس الوزراء، إغلاق المحلات الساعة 9. الحمد لله النهاردة فيه التزام كويس جدا في معظم الشوارع الرئيسية في محافظة اسكندرية وشارع خالد بن الوليد بالذات. بعض الشوارع الجانبية فيها مخالفات، الأحياء بالتنسيق مع الأمن الحقيقة بيمروا على كل الشوارع الجانبية، اللي بيخالف بنعمل له إجراءات إدارية وإجراءات قانونية. الإجراءات الإدارية اللي هي الغرامة 4000 جنيه والتشميع وغلق المحل لمدة أسبوع، بالإضافة إلى إجراءات جنائية هيبقى يحرر محاضر تعرض على النيابة العامة في حالة المخالفة. اللي أحب أقوله للمواطنين إن الإجراءات اللي إحنا بنعملها دي معلش هي قبل العيد بثلاث أربع أيام، لكن ده حرص على حياة المواطنين وعلى صحتهم، وبنعملها عشان خايفين عليهم، مش يهمنا إن إحنا نتأخر معاهم أو نتأخر عليهم أو نقطع معايشهم، لأ إحنا النهار كله موجود لغاية من الصبح لغاية الساعة 9 مساء. إحنا النهاردة أنا شايف في التزام بشكل كويس جدا في كل الشوارع الرئيسية. احنا بنطمن اهلنا في محافظة اسكندرية ان الاجراءات دي اجراءات وقائية واحترازية حرصا على حياتهم. مهندسة جان عبد الحميد مسعود، رئيس حي منتزه اول. احنا حاليا دلوقتي بصدد تنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء بغلق المحلات الساعة 9 مساء. حي منتزه اول يعتبر من اكبر الاحياء في محافظة اسكندرية من حيث المساحة والمحلات التجارية. طبعا من أهم الشوارع اللي احنا فيها نشاط تجاري ومحلات يعتبر شارع خالد بن الوليد، محمد نجيب، اسكندر إبراهيم،
الحمد لله يعني امبارح والنهارده في التزام من المواطنين معانا في استجابه لتنفيذ التعليمات. كان هنا امس كنا عملنا تقريبا 5 محاضر غلق وتشميع، النهارده احنا اشتغلنا الحمد لله لغايه الان لم يتم عمل محاضر. احنا طبعا بنمر على المواطنين اليوم في التزام تام بتعليمات السيد رئيس الوزراء، وانتم زي ما انتم شايفين اهوت حضرتك بتمر معانا، المحلات كلها ملتزمه مغلقه تنفيذا طبعا للتعليمات علشان خاطر نعدي مرحله جائحه كورونا.